حدثنا قتيبه عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه الانصاري عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم